شيخ في البلد، هو ده اللي هيخرج لنا كل العفاريت من البيت. حبيبتي انت رحتي جبتي شيخ وجيتي؟ اه. برافو عليكي يا مايا. بص ده هيخرج لنا كل العفاريت من البيت. مايا حبيبتي يعني انا مبسوط بيكي جدا، انا طول الوقت فاكر ان شخصيتك اتغيرت، لكن واضح العفاريت هم اللي غيروكي مش كده؟ لا يا بيبي انا زي ما انا. هم اللي مايا هم اللي مغيرينك وكنتي بلدي كده. طب فين الشيخ ده؟ هو هيجي دلوقتي هيخلي لنا البيت ده بقى عداله. عداله يا بنت العفاريت بيعملوا فيك ايه؟ هيخليه سو كيوت. هندهله بس هستخبى عشان بخاف. ماشي يلا اندهل. اتفضل يا مولانا. دستور يا سيادنا دستور. اهلا وسهلا يا عم الشيخ. اهلا 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 وسهلا. خير؟ لا خير ان شاء الله. حضرتك يعني زي ما مايا قالت لك البيت هنا مليان اشباح، حضرتك تقدر تمشي لنا الاشباح دي؟ انت ما تعرفش انا الشيخ مين؟ حضرتك الشيخ مين؟ انا الشيخ بتاع لفك اعمال السحر والشعوذه لمعرفه شخصيه حبيبك من اسمك. اتصلوا بي 24 ساعه هرد عليكم بنفسي. انا سماح انور. حضرتك الشيخ سماح؟ اي نعم. اهلا وسهلا يا شيخ سماح. اهلا بحضرتك. حضرتك تقدر تطلع لنا عفاريت من هنا؟ يا بيه ده تخصص عيلتي كلها، انا اخويا الكبير تخصص عفاريت، وانا تخصص اشباح، والصغير تخصص نساء وتوليد. مجموعه. ما جابش مجموعه عنده. ركز حضرتك في الموهبه اهو. حضرتك طيب يعني ممكن تطلع لي الاشباح هنا؟ في عدد كبير يعني ممكن طبعا. حوالي 6 أشباح 8 أشباح. ايه ده ايه ده ايه؟ هو ميزو ورودي مجوش؟ مين ميزو ورودي؟ العفاريت اللي شغالين معايا. ده في عفاريت شغاله معاك؟ ميزو ورودي. لا حضرتك ما حدش جه، ما فيش غير عفاريت اللي هنا. لا ثواني عشان التاخير ده في الشغل ما ينفعش. انا هطلبهم اشوفهم فين. يا ريت. 01 نينينينينينينينو. ثانيه واحده، انت بتقول نينينيني برضو؟ لا بس قلت نينينو عشان ده سيزون 2. اهو بيجمع. مين؟ العفاريت. الجن المطلوب مغلق أو غير متاح، ممكن تبعت له مين يكل بصوتك؟ لأدعية محمد جبريل اضغط نجمة. ايه؟ قفل تليفون. طب هتشتغل ازاي من غيره حضرتك؟ هطلبه على الرقم التاني. معاه رقم تاني؟ انا مدلع اللي يشتغل معايا، عدة بخطين واتساب وكل الدلع. 01 ني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 نا. والله الموسم العاشر هتقول نينينينا، انا عارف. الو ايه يا زفت؟ مش في اوردر الساعه 5؟ يعني ايه المحور واقف؟ اركب تاكسي. عفريت هيركب تاكسي حضرتك؟ انا مدلعهم مدلعهم. اخلص. لا مش الفيلا المكة، لا الكافيه. لا مش المكة، انا قلت له مكة ولا كافيه؟ قلت له ايه؟ كافيه. كافيه ايوه. اخلص يلا مستنيك. يا سلام سلام. لا اله الا الله حرقته. عاشر عفريت احرقه مش عارف اشتغل. حضرتك ركز يعني ركز. انا بتكلم بتلقائيه معاه. العفاريت ما ينفعش تقول لهم. حضرتك ينفع تشتغل لوحدك يعني؟ طبعا. يا سلام ده سهل جدا اشتغل. تعرف تطلع الاشباح دي من هنا؟ ما انت لسه شاكك برضه في قدراتي. حضرتك يعني ليك سوابق؟ اصل هو انا هقول لك حاجه، انا ما بعملش شعوذه وبرقوق يا حرقوق والحاجات دي. ايه ده ما بتعملش برقوق يا حرقوق؟ لا انا ما بعملش الحاجات دي. معناها حلو والله. برقوق يا حرقوق؟ هبقى اعملها بكره. هو الموضوع ايه؟ الموضوع علم. قايم على علم. اللي هو برقوق يا حرقوق. اديك مثل على العلم ده. انا مره في بيت تلبسها جني. قالوا لي تعالى يا شيخ طلع الجني ده، وانا رايح اشتريت ترنج من اديداس ورحت. قلت له ايه يا جني؟ لابس البت دي ليه؟ اخرج البس الترنج. اقناع، ازاي تقنعه؟ علم وتعرف مقاسه ازاي؟ شوف يعني خرج من البنت اللي لابسها ولبس التريننج. براند، لابس براند وماشي. حضرتك يعني انا اول مرة اسمع عن شيخ يعني بيقنع الناس، يعني بيقنع العفاريت. هو ده الجديد. طب ممكن تقنع العفاريت اللي هنا ان هم يسيبوا لي البيت لان انا اللي اشتريته؟ انا شايفهم قدامي، اطلعهم حالا. ابعد عشان مفيش حاجة تطرطش عليه. افتح بيبان قلبك واعرفني، انا شابح زيك انت. تشوفه يبان عليه ندور شكله يخوفك. يا شيخ روح الله يقرفك.
وبعد ما تعرفوا بيطلع طيب وابن ناس. شبح وأصيل مليان حماس، تقول صاحبتي شبح جديد. كده كده أحلامنا قدام عينينا، أحلامنا قدام عينينا، والفرصة لسه في إيدينا. أنا مش لوحدي في الدنيا، كل اللي يا ابن اللذينة يا عمار. يلا يا عم الشيخ، أنت إيه صاحبهم ولا إيه؟ أنت ما تعرفش دول مين؟ مين؟ دول أشباح المطرية يا رجالة. أشباح المطرية؟ آه. الشبح ده من المطرية؟ آه. والشبح ده من المطرية؟ آه. منين من المطرية؟ من الكويت. منين من الكويت؟ من عند البلد. ده أنت غاوي بقى. والشبح أكيد من الكويتش نفسه. أنا من الميشلان، الراجل اللي هو المنفوخ ده. والله صح؟ آه. إيه ده، أنا إزاي ما خدش بالي؟ آه. شبح مشلان. اه بس انت غدار، بس اصبر لنا بس. يا رجال انا غدار ايه يا عم؟ ده مايا هي اللي راحت جابته. انا بالنسبه لي مبسوط معاك، وده انتوا اشباح لطاف جدا والله العظيم. اه عارف، بص عارف اللي قايلني مين؟ مين هو الراجل ده؟ ليه ممكن تصرفوه؟ ماشي هنصرفه لك دلوقتي، بس استنى. انتوا مضايقين الراجل ده ليه يا عم؟ انت عارف ان احنا هنا من الحمله الفرنسيه. طب ما الناس واخده البيت وضع يد اهو. يعني انت مش هتعرف تخرجه؟ لا الموضوع ده الاسم بقى، تروح الاسم، انا ماليش فيه. ماشي، انا عموما حابب الناس دي وعايزهم هنا. ايه ده يالا؟ ايه ده بخور ده؟ لا ده خبور يا ابن اللعيبه. يا لهوي يا عمار، يخرب بيت دماغك يالا. وحشتني قعدتكم يا اولاد اللذينه. والله العظيم ده احنا هنقعد مع بعض كتير. ايه ده، انتوا سبتوا الاشباح واشتغلتوا مع محاسن الحلو ولا ايه؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ طب امشي يلا، طلعوه بسرعه لو سمحت. يلا بسرعه بسرعه كده حلو. سلام يا عمار. يلا انتوا هتوصلوني وانا غريب. سلام، نتقابل في صلاه العشاء. ماشي يا عمار. يلا سلام. ايه ده صاحب البيت جه خرباوي؟ يلا بسرعه يلا بسرعه يلا بسرعه. يا يوسف بيه، يوسف بيه، يوسف بيه، انت فين؟ ولا يا فرماوي، لا اثار في قلب البيت يلا، وهنتنغنغ يلا. شك شك اهو النور قاطع من بوزك الفقري بنور بيقطع. ولا ما تجيش جنبي انا بغير يلا. بس انا فرماوي عشان الله العظيم بغير. بس انت مين؟ ادوس بنزين. عايزين مني ايه؟ روحك ترتتت. ارحموني ترتتت. طب سيبوني ترتتت. فرماوي ترتتت. اللي نظرة عينها تجن، او اللي نظرة يقول لي يحن يحن يجن، والله هنجح في شبح جت تالنت والله العظيم. يا ابني صوتي حلو يا ابني. يا ابني نخوفه الاول وبعد كده نخش المسابقه. ترى ولا ايه؟ ولا نعم ولا ولا ايه؟ اه عادي. مخيف قوي ليه؟ ده اول مره تخوف والله. انت عسل شويه لكن دي. ولا نعم سيب الفلوس وتوكل على المولى. اهي الفلوس هي عندكم، خدوها اتكل على الله. بس انا عايز التليفون بتاعي، اختفى من جيبي. ايه التليفون اختفى؟ هو فين؟ موجود. ايوه موجود. فين موجود؟ فين؟ هتلاقيه جنب الكوري يا عم. قول لي فين بدل ما مد ايد واخده انا. ايه خلاص اتهبلت في مخك ولا ايه؟ امشي انا من هنا. امشي انا. امشي حاضر. اهو اهو اهو. ايه ده سنه؟ ايه ده في ايه؟ هبابه تهبابه هبابه تهبابه. ايه ده بيقول شعر ده ولا ايه؟ ولا في ايه يا حماح؟ صلي. لا أبل. يلا صلي تاني. لا أبل. أهو ده اللي هيدخلني الجنة. يا لهوي. حنية قلبك دي هتودينا في 60,000 مصيبة. سيبنا بقى نشوف شغلنا دول. غور يلا 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 يلا. غور. خوفنا يا جدعان. مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا جدعان، ده احنا خوفناه بجد. ده على كده الطيران ده ممكن يبقى بجد وجداني. أنا رايح أطير. يلا. نعم. المانجا أحلى ولا الكاكا؟ الموز. مش عايز فكاكا. يا شوق. ها ايه الاخبار؟ خوفناه ومشيناه وجبنا لك فلوسك. والله اشباح مية مية. وريه الفلوس اهي الشنطه والروزه مروزه. برافو عليكم يا جماعه، برافو عليك. والله ما عارف اقول لكم، انتوا اجدع اشباح شفتهم. انتوا اول اشباح اشوفهم في حياتي. الله يخليك يعني. بس بنخوف اهو. اه بتخوفوا غيري. اه لكن بالنسبه لي يعني لا احنا معاك هفقات. ايوه بس انا كده خلاص خدت الفلوس بتاعتي.